وطنية على ما دونها من الذات وحب الآن والتسامح والصبر وحب الأنا والتسامح والصبر والتضحية من أجل أن تكون الصورة واضحة والخبر سليم، أن يعرف كيف يوجه رسالته بكل مهنية وتجرد، التعالي عن الحسابات الضيقة والخلافات الدنيوية لما تفرضه مهنته الإعلام التي لا تقبل الهفوات والتدنيس نظرا للدور الشريف الذي يميز هذه المهنة، التمييز معنى العمل والحياة الخاصة وعدم الخلط بين الاثنين، التفاعل مع الجماهير والتعامل مع الجماهير كل على حد سواء دون تمييز ودون خلفيات ودون أي لبس، العمل بكل جهد نظرا لما تمليه المهنة الصحافة من أجل إيصال صوت الجماهير إلى كل مكان وإنسان والتعريف بالقضية الوطنية. أن لا ينسى الإعلامي أن الصحراء الغربية هي وطن مستعمر ولم يتمتع بحق بعد بالاستقلال الكامل، وأن لديه دور يؤديه في سبيل ذلك ولا ينتظر من وراء ذلك جزاء حتى لو كانت كلمة شكر. ولهذا ندعو بهذه المناسبة التاريخية كل الرفاق الإعلاميين إلى التوقيع على هذا الميثاق الذي يحدد موقف كإعلامي على الأقل من الناحية الأخلاقية. والسلام عليكم. لعلي الله عن المداخلات لا بد منها، ولا عندي لا بد لهم صراحة صراحة مداخلات لغير الإعلاميين. والله يعني إذا كيف يعني تنظم الإعلاميين ويعود يعني ما يعود عن يعني عنكم إلى خليتوها بذي الطريقة ما هي لا يتم ليتملك المرض موحد جايب حمارتهم يقعدوا هون نقعوا خاص شيء يعني يضبط هذا باش ما نعود واقعيا يعني باش ما تعود فوضى. وانا مع المثال المسألة الثانية لابد نقولها في حقوق الإعلاميين، هذا اللي فات كامل نازلين عليهم وكذا، ولكن اللي ما هي معقول الإنسان راه يتكلم لا عن السلبيات والإيجابيات ينساهم. احنا إعلامنا نعرفوا الظروف اللي يشتغل فيها معه، كيف إعلام الدول عندهم إمكانيات كبيرة وضخمة خلق اللي إعلامه قد الصحراويين كاملين، وعندهم ميزانية كبيرة وعندهم حقوق كبيرة وعندهم الطيارات وعندهم الوتات وعندهم الديرة وعندهم الفضل ياسر. احنا الصيب هي إعلامنا قاعدين عنده، احنا رانا نشتغلوا في ظروف صعبة ولا ننساو عن إعلامنا الحمد لله حقق اللي ما يقدوا حقوه ذوك الأبطال وذوك الكبار. إعلامنا هو اللي عطى مولانا القضية، راهم بداية القضية راهو ذكي التاريخ. لا تشكو انتم معاك ذا اللي حققته مؤخرا يعني اللي تكلمت عليه الدول وخرجوا. انا ذاك النهار نقرا في عقب هاي المظاهرات اللي وقعت في الإعلام المغربي، ولا هذا ما كنت ما واش كنت نعرفه ولا واش كان عالم به، عن خالقه تقريبا 40 محطة إعلامية صحراوية متينة، جيش قالوا هما عرمرم من الإعلاميين الصحراويين، وهذا في الانترنت هذا اللي جينا نشوفه راه لا الروح الوطنيه هي اللي جعلت هما الامكانيات المداره ما يخال هو الاعلام راه ولا دالهم الماد. انا خالقه مره نقول لكم الصحه كيف النكته والله، انا استغفر الله، انا من ذوك اللي منين عدل تصريح ولا نعدل مظاهره ولا نعدل وقفه ولا نشوف الاعلام ينفقع على ذوك الاعلاميين ولا خالق شي كلام شوي ما يقولوا لهم، ولكن هذا ما الا جبرناهم احنا راه نجبروا عندهم حججهم. انا ديك الساعه قلت لاصحاب التلفاز قلت لهم حرام عليكم هاي الصوره تجيبوا لنا مره كحله مره خضره مره مقسوم من النص هاي البيك شني عاودش. قال لي احمد العبيد هذاك ديال التلفزه قال لي راك تشوفوا ملي تشوف ديك الصوره ذا كيف معنى الامكانيات ما يخالف، قال لك راهو بعض المرات راس الخيط مسكنينه بحجر وثاني ملصقينه مع الحيط. الامكانيات ما يخالف، شوفوا احنا اللي نقولوا عن ناسنا هذو انتم تعرفوا عن عذريك خالقين اثنين في الجبهه التصفيق ما يحملوا واحد من الخليل الله يرحمه واحد من الدربونيه هذا اللي على ولايه الدار ولايه العيون لا يصفق لهم حيط وحلوه قوم ماشي. يعني هذا اعلامنا خاصنا الناس نعاونوه، خاصنا نعطوا شويه له الترك اللي لا يجروا الويل والخلاو ما عندوش ما عندهم باش يشكروا التاكسي. انا زين عندي هالكلام يعودوا حاضرين ذوك التجار والناس الميسرون اللي عندهم، امال هذا اللي ولاو شادي عليهم ولا اللي ما عنده ما يعطي هذا اللي حاضر، ولكن هذا واقع ويعلمنا الناس ما عندهمش، هذا واقع والناس مساكين حقوا المعجزات وحقوا هاي الصور شكون اللي يجيبها، هذا ما جيب السي ان ان تبارك الله ما انا متعينين ولا تجيب الاسلامي ولا تجيب التي في 5 ولا تجيب الاعلاميين مساكين كاميرا متخزن
بوش لاغم يخرصوا عندك لا يقضون راهو جاي منهم وجاب لك اهي ما تعدل تعتيم اعلامي كما يقولوا واحدين مثلا يقول لك تعتيم اعلامي على لانه احنا من يعني الاشخاص اللي يتحركوا في ميدان الاعلام ما عندهم تكوين هذا ضروري. ثانيا في ميثاق الشرف انا نظن عنه الاعلاميين والرسوم خاصهم هما اللي جزء كبير منهم هما اللي يعدوا مثلا متفقين عليه اليوم باقي يعني الظماهي وظماتنا ظماتنا ما قلتوا سالة سدفي سالة السلام عليكم. أنا ضامن معه قاضي بحر ضامنين معه كامل كامل ضامنين معه وخم عواقي ضامنين معه.